تسعد بهدف يعني سجل عن طريق اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف بعد متابعة جيدة لهذه المحاولة اللي بدأت من شيلونجو لما اتلعبت له وحضرها من وضعية الحركة بكعب متفوقا على لاعب عبد الله السنجهاوي وحطها لمحمد الشامي من خارج منطقة الجزاء كما نتابع هنا في الإعادة مشاهدينا. سدد كرة قوية.